عندنا مكتب بسيط المنتج راح نبثه ان شاء الله للعالم على اساس تتابع الحسابات الموجوده في موسكو. حلو ان شاء الله الشغل تمام. يعني شغل عيونك يعطيكم العافيه ان شاء الله. طبعا الاصوات اللي مع الضجه شوي لازم نرفع الضوضاء. عارف شلون ايش الضوضاء؟ بعد الخير انا تفاجأت ان هذه روسيا والله، او بين قوسين موسكو صراحة. فوق المنظر تبارك الرحمن، يعني تبارك الخالق، صدق صدق حلو والله. نود أن نعلم حضراتكم بأنه يمكنكم الآن استخدام هواتف المقالة إذا أردتم ذلك. تنصح الخطوط الجوية. الحمد لله وصلنا بالسلامة وأمورنا طيبة. الحين طبعا كالعادة لازم ناخذ لنا كارت تلفون. والأمور طيبة إن شاء الله. وأيضا الإخوان في سفارة قطر هنا في روسيا ما قصروا في استقبالنا. والله يسهل الأمور إن شاء الله.
الله بكون معاكم من روسيا، مش أنا فقط، مجموعة من الشباب إن شاء الله من نشطاء السوشيال ميديا في روسيا، لأن في موسكو في فعالية جدا مهمة تشارك فيها دولة قطر وبتميز كالعادة ولله الحمد. تابعونا وتابعوا حسابات الزملاء وراح تشوفون اللي يسعدكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد العزيز الحرام صاحب حساب سنيار كثارة، ترقبوا التغطية المميزة من موسكو. معاكم فايز أحمد صاحب حسابات مشاريع قطر، انتظرونا في تغطية مهمة خاصة في كأس العالم من روسيا إلى دولة قطر. انتظرونا في تغطية مميزة إن شاء الله في موسكو. أخوكم فهد العذبة صاحب حساب قطر تيوب. يا مرحبا وسهلا، أنا أخوكم فوت مري، وانتظرونا في روسيا إن شاء الله. ترقبوا مع حساب النادي بقطر تغطية مميزة وفريدة لفعاليات قطر في روسيا. أخوكم سعيد الزقيبة، نبغي متابعتكم لنا في تغطيتنا في موسكو حق كأس العالم.